قلق اعترى السوريين المجنسين في تركيا خلال الأيام الأخيرة بعد الحديث عن إلزام مشتري العقارات بالتوقيع على تعهد أو إقرار يعطي الحق للدولة التركية بمصادرة أمواله في حال وفاته ولم يكن له وريث تركي الجنسية، وبأنه ملزم كذلك عند بيعه لهذا العقار بأخذ موافقة مسبقة من أنقرة. أوقف عدد من السوريين المجنسين عمليات شراء العقارات، بعضهم فسخ العقود التي أبرمها لنقل الملكية ريثما تتضح الأمور. المحامي والناشط الحقوقي السوري غزوان كرومفول قال إن تركيا قامت بإلغاء التوقيع في بعض الولايات، لكنها لم تلغي التوقيع أو موافقة أنقرة المسبقة على عمليات البيع والشراء. الصحفي التركي حمزة تكين قال إن هذا الأمر غير موجود، وهدد بالملاحقة القانونية من أسماهم مروجي هذه الإشاعة. وهنا نسأل، ما جذور عدم تملك السوريين في تركيا؟ هل تعود لبداية اللجوء بعد حرب النظام على الشعب السوري؟ أم إنها متصلة بعهود سابقة؟ وهل موجبات هذا القانون ما زالت قائمة؟ ثم هل الجنسية الممنوحة للسوريين في تركيا تحقق للحاصلين عليها المواطنة الكاملة؟ يعتبر حقوقيون هذا الإقرار انتهاكاً للحق الدستوري بحماية الملكية، بل ويتعدى إلى تمييز السوري المجنس عن غيره من المواطنين الأتراك بالولادة. ما تأثير هذا الأمر في حال استمراره على استثمارات السوريين المجنسين وخاصة في سوق العقارات؟ ما مصير ملكيات من لا وريث مجنس له؟ من يملك حالياً عقاراً في تركيا، ماذا عليه أن يعمل لضمان بقاء ملكيته وانتقالها لورثته بعد وفاته؟ هل يدفع قرار كهذا المستثمرين السوريين إلى البحث عن وجهة أخرى خارج تركيا؟ وبعضهم يتهم القوانين أنها تشكل بيئة طاردة، أم إن الحكومة ستتدخل لإنهاء هذا الجدل؟ هذا ما نناقش في هذه الحلقة من هنا سوريا، أهلاً بكم. أهلا بكم مجددا. يعتبر حقوقيون أن التمييز في الملكية بين التركي بالولادة والمجنس ينتهك المبدأ الأساسي لحقوق الإنسان، وأن مصادرة أملاك المجنسين في حال الوفاة ولم يكن له أو لم يكن لهم وريث شرعي تركي الجنسية دون توضيح ذلك لهم قبل شرائهم للعقار ونشره بشكل واضح للتذكير به، هذا الموضوع يشكل نوع من التعدي على حقوق الملكية. عن قانون الملكية العقارية في تركيا خاصة ذلك المتعلق بالسوريين الذين حصلوا على الجنسية الاستثنائية نستضيف الأستاذ عبد القادر غونيش المحامي التركي من اسطنبول، كما نستضيف أيضا المحامي والمستشار القانوني غزوان كرومفول من مرسين. مساء الخير وأهلا بكما. وأيضا معنا عروة عبد الرحيم وهو محامي ومختص أيضا بالعقارات متواجد في اسطنبول. مساء الخير وأهلا بكم جميعا ضيوفي الكرام. دعونا نتابع معا التقرير التالي ونعود للنقاش. يلزم القانون التركي رقم 1062 الصادر عام 1972 معطوفا على قرار مجلس الوزراء الصادر عام 1966 يلزم السوري المجنس في تركيا بالتوقيع على سند تعهد يقضي بمصادرة أمواله العقارية لصالح الخزينة العامة للدولة التركية في حال فقد الجنسية التي يتملك بموجبها العقار وبقي سوريا فقط، أو في حال توفي وكان ورثته من حاملة الجنسية السورية فقط. أعاد بعض الموظفين خلال الأيام الماضية العمل بهذا القرار أثناء عمليات تسجيل الملكية، أمر أثار جدلاً بل وقلقاً بين السوريين المجنسين في تركيا. بعضهم أوقف عمليات شراء العقارات وفسخ العقود. المحامي غزوان قرنفول قال في منشور على صفحته في فيسبوك إن تركيا ألغت عملية إلزام السوريين المجنسين بالتوقيع على سند التعهد الذي تم سابقاً إلزامهم بالتوقيع عليه خلال عملية الفراغ في الطابو، لكنه أشار إلى أن العمل لا يزال مستمراً بوجوب الحصول على موافقة من أنقرة على عمليات الشراء أو البيع لتلك العقارات بالنسبة للسوريين المجنسين. قرنفول أشار إلى أن الإبقاء على موضوع الحصول على موافقة مسبقة للشراء أو البيع هو مؤشر على أن المواطنة التي يتمتع بها السوري المجنس مواطنة منقوصة، لأنه ينظر إليه كأجنبي يحتاج لموافقة مسبقة على شراء عقار أو بيعه، وهو ما يمس بالحقوق الدستورية لهذه الفئة.
الصحفي التركي حمزة تكين نفى وجود مثل هذا القرار على السوريين المجنسين، مهددا بأن الأجهزة الأمنية والقضائية ستبدأ بملاحقة من أسماهم مروجي الإشاعات التي تتعلق بتملك الأجانب للعقارات في تركيا، وكذلك تلك المتعلقة بالاستثمارات على الأراضي التركية. بحسب وكالة أنباء تركيا، فإن مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية سيصدر خلال الأيام المقبلة بياناً توضيحياً شاملاً حول ما أثير بشأن تملك السوريين في تركيا، وكذلك تملك السوريين ذوي الجنسية المزدوجة والسوريين الحاملين للجنسية التركية. تركيا وسوريا تعانيان منذ عام 1939 من مشاكل فيما يخص العقارات. الحكومات السورية احتجزت ممتلكات المواطنين الأتراك لديها ومنعتهم من حق التصرف فيها، وكذلك منعتهم من الرهن العقاري أو الحصول على الحقوق القانونية في هذا المجال، أمر قابلته تركيا بالمثل. يستطيع السوري التملك في تركيا إما عن طريق تأسيس شركة أو التملك على اسم مواطن تركي مع وضع إشارة رهن، أو التملك بعد الحصول على جنسية تركية أو عن طريق جنسية أجنبية أخرى. ومجددا أرحب بضيوفي في هذه الحلقة، عروة عبد الرحيم المحامي المختص بالعقارات، غزوان قرنفل المحامي والمستشار القانوني، والسيد عبد القادر جونيش المحامي التركي. مساء الخير وأهلا بكم جميعا. أستاذ غزوان، يعني بما أنه كان لك تعليق على وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا تعليق رسمي حول هذا القرار والجدل الذي دار حول ملكية السوريين المجنسين، لو تضعنا في حيثيات هذا الجدل. تحياتي لحضرتك ابتداء ولضيوف الكرام. أهلا فيك. يعني هذا الجدل الحقيقة بدأ قبل حوالي شهرين أو زيد قليلا، بسبب بادر الدوائر طابو إلى إلزام السوريين المجنسين الجنسية التركية، أبرزت لهم ما يشبه إقرار أو وثيقة إذعان، وألزمتهم بالتوقيع عليها وإلا لن تتم معاملة نقل الملك. فبالتالي مضمون هذا الإقرار لا تمكن من سماعك للأسف يا أستاذ غزوان. دعني أنتقل بموضوع تحديدا وثيقة الإذعان التي كما ذكر الأستاذ غزوان بأنها صدرت قبل شهرين أو ثلاثة مع الأستاذ عبد القادر. ما هي الأسباب التي دفعت دوائر الحكومة المختصة بنقل الملكيات لإصدار هذه الوثيقة أو لطلب هذه الوثيقة التوقيع عليها؟ أولا تحياتي للحاضرين من إسطنبول. حاليا الموضوع اللي يعني القرار هذا هو بالأصل كان صادر بال 1962. القرار هذا كان صادر لكن ما كان متفعل، وبنفس الوقت بإسطنبول وكل داخل حدود تركيا وقت نبلش الاستثمار خصوصا شراء العقار على قيمه 250,000 دولار، في حال كان المتجنس اللي عنده يعني حامل جنسيه سوريه ما كان يحق له يستملك داخل حدود تركيا. والقرار هذا بسبب 1921 كان صادر، يعني تم اتفاق بين سوريا الدوله السوريه وتركيا على خارج حدود حطاي. نعم. وبعد بال 1962 صدر قرار على المتحملين جنسيه سوريه وانهم ممنوع وانهم يستملكون داخل حدود تركيا، والسبب هذا على قرارات حكومه سوريه، يعني من قرارات المعامله بالمثل، بنفس الوقت لانه في ذلك الوقت لم يسمح للاتراك بالتملك في سوريا. نعم مزبوط. وثاني شيء بال 2018 وقت صدر القرار بخصوص الاجانب وانهم يحق لهم يشترون قيمه 250,000 دولار عقار ويتجنسون، السوريين المتجنس يعني الحامل جواز سوري اذا عنده جنسيه ثانيه، مثال ثاني افترض من جواز سويدي، اذا حامل جواز سويدي قام يشتري عقار على جواز السويدي ويقدم على الجنسيه. نعم. القرار هذا يعني نفذوا على هالطريقه هذه بالاساس. حاليا يعني اللي عنده جواز سوري وبنفس الوقت يعني تجنس واخذ الجنسيه التركيه
القرار هذا ما يشمل له، يعني يحق له هو يشتري عقار ويبيع وما عنده أي مشكلة، وحتى بدون ما يوقع وثيقة الإذعان؟ بدون ما يوقع أي شيء. يعني كمان مركز الطاب وإدارة العام اتصلنا عليهم واستفسرنا معهم على قسم القانوني بالنسبة بخصوص الموضوع. ابدا المتجنس حاليا، المتجنس يعني ماخذ يعني استلم جنسيه تركيه وبنفس الوقت هو حامل جواز سوري او اصول سوريه، ما عنده مانع بخصوص شراء العقار داخل حدود تركيا. نعم. الموضوع هذا حاليا فقط يعني الحامل جواز، تنفترض مثل ما حكيت يعني الحامل جواز سويدي وبنفس الوقت مع جواز سوري، اذا يبي يشتري عقار هون ياخذون من عنده تعهد. طبعا التعهد هذا ما هو يعني ما هو يتسجل عند الطابو، بس ياخذون من عنده بيان فقط، خارج البيان هذا ما في تنفيذ على العقار اللي يشتريه. نعم يعني أستاذ، هو هناك ياخذون منه. نعم استاذ. نعم. غزوان، هل تتمكن من سماعي الان؟ دعني اتمكن من سماعك ايضا. تمام. نعم. طيب بالنسبة لما ذكره الأستاذ عبد القادر إنه هذا القرار موجود سابقا فقط تم تفعيله، كيف تنظر إلى ما جاء به؟ هل فعلا هذا ما يعاني منه السوريين المجنسين والذي أثار كل هذا الجدل؟ لو تتكرم علي بمساحة وقت فقط لوضح المسألة. تفضل. ما في شيء اسمه قانون غير مفعل، القانون وجد لكي ينفذ، اما انه في قانون بمثابه لغم تفجير ممكن تفجيره بكل وقت، هذا الكلام غير مقبول. القانون صدر، القانون 1062 لعام 1927 ومعطوف على قرار مجلس الوزراء رقم 7104 على 6 لعام 1966، هو عبارة عن قانون يحظر على السوريين التملك داخل الأراضي التركية ويلقي الحجز والمصادرة على أموال السوريين الموجودة داخل الأراضي التركية آنذاك. نعم. الآن طبعا هذا القانون ربما هو القانون الوحيد الذي ينتهي مفعوله بعد إلقاء الحجز الذي تم بالسنوات السابقة، يعني منذ 50 سنة وأكثر. ليش بينتهي مفعوله؟ لأنه عملياً الدولة التركية حظرت التملك على السوريين، وبالتالي ما عاد عندها أملاك سوريين للمصادرة. فإذاً ما عاد من المنطقي تطبيق هذا القانون. اليوم السوريين عندما أتوا وحصلوا على الجنسية التركية وعم يتملكوا بموجب أي جنسية، هن أولاً مواطنين كاملي المواطنة، لا يجوز التمييز بينهم وبين التركي بالمولد نهائياً. أما القول إن والله نقدم لهم عبارة عن ورقة بوقع عليها، طب طالما ما إلى قيمة ولا مفعول، لماذا تلزمني بالتوقيع عليها؟ هذا رقم واحد. رقم اثنين، أنت الورقة شو مضمونة؟ ورقة مضمونة إنه أنا أمتثل وأقبل بأن تصادر أموالي العقارية لصالح خزينة الدولة التركية، لأنه أنا إلي أصول سورية أو مولود في سوريا. هذا الكلام ما في عاقل بيقبله. يعني أنا ذاك أن تركيا تطلق النار على قدميها عندما تفرض مثل هيك إجراء على المجنسين السوريين، لأنه مئات الحالات مباشرة تم إلغاء البيوع كلها على الإطلاق، وأطلقت حملة وأنا واحد من رأس حربة في هذه الحملة، كتبت عدة مقالات فندت فيها الجوانب القانونية لهذا الأمر وعدم مشروعيته القانونية. وبالتالي اليوم لما بيطلق حمزة تكين تهديدات للسوريين، أول شيء عيب على رجل إعلام أنه يهدد الناس بهيبة الدولة وسلطة الأمن والقضاء، لأنه كلنا ممتثلين لسلطة القضاء. لكن قبل ما يوجه تهديدات المفروض كان يطلع ويعرف أنه في قانون من هذا القبيل ويتم تطبيقه على السوريين. الناحية الثالثة،
حمزة تكين نفسه نشر مقال بصفحته على تويتر، شارك منشور لأحد المواقع الإلكترونية تبيعي على الدولة التركية أن تطبق هذا القانون، وأن هذا القانون إذا ما تم تطبيقه يعني يلحق أذى ب طبعا للتوضيح استاذ غزوان، يعني خلال الاعداد لهذه الحلقه تم تواصل مع الاستاذ حمزه تكين، ويعني لم يجاوب علينا بشكل واضح حول هذا الموضوع، لذلك ليس بمشارك معنا. استاذ عروه، قبل ان تستمر يعني في اجابه الاستاذ غزوان، فقط اريد ان اعرف ما هو انعكاس هذا الجدل اليوم على السوريين المتملكين في اسطنبول، وأيضا السوريين المجنسين الذين يرغبون بالتملك مستقبلا. طبعا السوريين المتملكين نقصد يعني حاملي الجنسية الأخرى أو المجنسين. مساء الخير بداية. أهلا فيك. أنا مبدئيا أحد الأشخاص المتجنسين، سوري متجنس بجنسية تركية. من حوالي 4 أيام قمت بنقل ملكية دون تقديم أو دون، خلينا نسميها أنا أخي المشتركة، من يعني أخي مجنس، قمنا بالعملية حتى نطبقها على نفسنا. طيب. فأنا كنت بائع تركي من أصل سوري وأخي مشتري تركي من أصل سوري، لم يطلب مننا أي تعهد عند الشراء أو البيع، يعني ما طلبوا مننا نحصل على إذن عند البيع، ما طلبوا مني ولا أخي طلبوا مني تعهد عند الشراء. الموضوع باختصار، هذا الموضوع من حوالي 10 أيام تم توقف العمل بهذه المراسلات. هي هذا القانون موجود مثل ما تفضل الأستاذ قرنفول، موجود هذا القانون، لكن الدائرة العامة للأملاك ما انتشر، ما تم نشره خصوصا من قبل الأستاذ فيصل القاسم، ما تم نشره هو عبارة عن مراسلات سرية تمت بين مكتوب عليها جيزلي باللغة التركية، تم نشرها. هذه المراسلات تفيد بأن توجد سلسلة من القوانين مثل ما تفضل الأستاذ قرنفول، بدأت من 1927-39 في 37 وبال 66. هذه القوانين خاصة بمزدوجي الجنسية السوريين، بالإضافة لمن سقطت عنهم الجنسية التركية من السوريين، أو ممن استعادوا الجنسية التركية من السوريين الجنسية التركية. هذه القوانين، سلسلة القوانين، طالبت الدائرة العامة من خلال المراسلات شو راح يكون وضع السوريين حالياً اللي حصلوا على جنسية. سابقاً ما كان في سوريين بيستعيدوا الجنسية التركية، ولا في سوريين بيطلبوا الجنسية التركية أساساً. الآن نتيجة لتزايد العدد والإقبال الكبير وتجنيس حوالي 140-150 ألف سوري، فصار هذا الموضوع مطروح على الساحة. فتمت المراسلات، إلى الآن تم توقيف باللغة بالتركي مكتوب بنص المراسلات وليس قرار. نعم. تمليك يصقل مشتر، يعني تم توقيف تمليك السوريين بصورة مؤقتة ريتما يصدر قرار في هذا الشأن. الآن صدر قرار فيما يخص السوريين المجنسين من حوالي أسبوع، واليوم اتطبق. أنا أحد الناس اللي بعت واشتريت سوري مجنس إلى سوري مجنس. فقط يعني اسمح لي أسألك يعني سؤال طبيعي، ولا حصلنا على أي إذن يوضح قرار الإذعان أنه طابوا إلى الآن. عم تسمعني أستاذ عروة؟ كلنا بنعرف حاليا بتركيا هذه مشكلة عامة في تركيا للأسف. طيب. شديد مشكلة المزاجية، بعض الدوائر بتنفذ قرارات أو قوانين بطريقة مختلفة عن بعض الدوائر. أوكي. يعني يختلف تطبيق هذه القرارات من مكان إلى آخر. أستاذ عروة، هل تتمكن من سماعي؟ هذه المشكلة الخاصة بالإقامات وبالتمليك. أستاذ عروة، هل تتمكن من سماعي؟ أتمكن من سماعك. طيب. معك أنا. يعني هنالك سؤال، من الممكن أنه أنت قدرت تقوم بالعملية يلي ذكرتها بحال لأنه مثلا في وريث، وخصوصا أنه هذه الورقة تقول أنه قرار الإذعان يأتي لمن لا وريث له تركي الجنسية، هل من الممكن يعني أن نخوض قليلا بهذا التفصيل؟ أخي مشتري مجنس. نعم. ما عنده وريث في تركيا. وريث تركي ما عنده، اشترى بدون التوقيع على هذه الورقة. هذه الورقة مفادها أنك ستقبل بما سيصدر عن هذه المراسلات. يعني هي اليوم ما في، اليوم خلينا نسميها هذه القوانين القديمة، إلى الآن تركيا في حالة تخبط. المشكلة المشرع التركي دائما بيتأخر في إيجاد الحلول، يعني فقط هو مجرد تأخير. لكن تأكدي ما في دولة بتقبل على نفسها أن تصادر أملاك ناس بعد ما جنستهم. أنا متأكد من هذا الموضوع، والموضوع خلال، أنا متخيل خلال فترة بسيطة جداً سيتم حله والانتهاء من هذا الجدل العقيم. طبعا الأستاذ فيصل القاسم وشاري عدة عقارات، ولذلك هو تأثر جدا بالموضوع وضخم، هو عنده جنسية بريطانية بالإضافة للجنسية السورية، ولذلك ضخم الموضوع. لكن الموضوع هو بسيط
وأنا متأكد خلال أسبوع رح يتم نسيانهم. طيب، وضحت هذه النقطة. أستاذ عبد القادر، هل اليوم السوري تحديدا المجنس بالجنسية التركية يمتلك كامل حقوق المواطنة التركية؟ طبعا طبعا، حاليا المتجنس التركي يعني هو سوري ومتجنس اخذ استلم جنسية التركية، هو يطبق عليه قانون التركي مثل ما الشعب الاتراك الموجودين. طيب، بنفس الوقت ذكر الاستاذ عروة انه هنالك حالة من المزاجية بتطبيق القرارات بين الدوائر، الى اي حد تتفق معه بهذا الموضوع، وخصوصا اننا نتحدث عن اوراق اثبات ملكية او يعني اقرار بالاذعان بالتنازل عن حقوق الملكية وما إلى ذلك، أوراق تعتبر حساسة؟ الأوراق يعني حاليا الدوائر الرسمية يعني المركز الطاب والعام وفي مركز إدارة الوقف، هي حاليا المراسلة بين مركز يعني إدارة مركز الوقف وإدارة الطاب في أنقرة العام، المراسلات بين الدوائر اثنيناتها يعني بأقصى وقت، حاليا بأقصى وقت يدي ينتهي الموضوع هذا نهائيا، يعني في كان خلاف على القانون 1962 بس حاليا بقريب وقت الموضوع هذا يدي ينتهي نهائيا. ولكن الأستاذ عروة ذكر انه القرار صدر من اسبوع وهو بشخصه يعني قام بالبيع دون وجود هذه الأوراق، ويعني كانت حاليا اصلا يعني هو المواليد سوري ومعه جواز سوري وبنفس الوقت المستلم جنسيه تركيه ما عنده اي مشكله بالاستلام يعني بالاملاك المستملكه داخل الحدود التركيه، يعني يقدر يبيع وله امكانيه يبيع ويشتري وما عليه اي رهن او تعهد او غير شيء ابدا نهائيا، ما موجود حاليا يعني. نعم، استاذ غزوان هل تتفق مع الاستاذ عروه والاستاذ عبد القادر؟ أتفق في بعض ما جاء في هذا الكلام، لكن ما أعطيتيني الفرصة لوضح الصورة، يعني بديت كأنه عم بحكي عن مرحلة سابقة ووقفت. طيب، اللي حصل أنه منذ حوالي 50 يوم تم إلغاء، أو منذ حوالي 40 يوم تحديدا تم إلغاء يعني التوقيع، إلزام السوريين بالتوقيع على سند التعهد اللي أشار له أنه أنا ما وقعت على أي سند. مظبوط هذا الحكي لأنه تم طي هالمسألة، يعني أوقفوا العمل فيها، لكن أبقي على موضوع أنه السوري المجنس بالجنسية التركية أو بأي جنسية أخرى ملزم أن تحال الملف الملكية اللي عم يقدمه لدائرة الطابو يحال إلى شؤون الأجانب في أنقرة لمنح موافقة على إنجاز عملية الفراغة. أنا حتى في سوريين وردت لهم رسائل على هواتفهم أنه راجع شؤون الأجانب في دائرة الكادسترو والطابو في الولاية تبعك. هل يعقل دائرة حكومية للدولة التركية تخاطب مواطن تركي وتقول له راجع دائرة الأجانب؟ إيش أنا أجنبي ولا مواطن؟ أنا تملكت بصفتي مواطن وبالتالي عاملني كمواطن. هذا اللي صار امبارح تحديدا، تم صدور قرار أو تعميم بوقف العمل بهذا الإجراءات، يعني الموافقة المسبقة على البيع أو الشراء بالنسبة للسوري التركي تحديدا، السوري المجنس كتركي، أوقف العمل بالموافقات، يعني الدوائر القابو فيها بدءا من اليوم تبلش تطبق عملية الفراغة بدون الموافقة من أنقرة. ومع ذلك الآن قبل أن ندخل الحلقة وردني رسالة من عدد من الولايات عم يقولوا لهم ما في شيء جديد، وهذا بيأكد صحة الكلام اللي قاله الأستاذ أنه في مزاجية في التطبيق. لا أتوقع أنه يصدر قرار من جهة مركزية في الدولة التركية يرسل إلى دوائر الطابو تسمع بمرسين والله طبقنا، بعنتاب طبقنا، يعني مدن أخرى أزمير وغيرها بيقول لك ما وصل شيء. شلون ما وصل شيء؟ يعني هذا عم بيمنع. أستاذ غزوان، فقط للتوضيح في نقاط ذكرتها، اليوم هذا القرار ألغي أم تم تجميد العمل فيه؟ لا،
أين قرار مقصود؟ القرار اللي يتعلق بتسجيل بتوقيع الإقرار الإذعان. لا، التوقيع الإقرار تم إيقاف العمل فيه منذ يعني حوالي 40 يوم. تمام، ولكن ما زال القرار موجود تحديداً. فقط يعني هذه النقطة، يعني هنالك قرارات كانت فعالة سابقا تم تفعيلها وجمدت وتم تفعيلها لاحقا، هل هذا القرار من الممكن أن يعاد تفعيله أم أنه ألغي بقرار آخر؟ لا، ما التعميم أو القرار الإداري لا يلغي قانون. إلغاء القانون يتم بقانون، يعني المفروض بشيء موازي له في الوزن والأثر القانوني. هذا القانون 1062 حتى ما يبقى سيف مسلط على رأس السوريين حتى لو كانوا مجنسين المفروض يتم إلغاؤه، لأنه أصلاً ما عاد في إمكانية لتطبيقه. ليش؟ لأنه هو صدر لمصادرة أموال السوريين التي كانت موجودة ضمن الأراضي التركية حين صدوره. نعم. بما أنه تركيا لم تعد تملك السوريين منذ الخمسينات إلى الآن، إذن ما في أموال جديدة تصلح للمصادرة، إذن انتهى مفعول القانون، فإذن ما في حاجة لبقائه. لكن بقائه مثل ما طبق وألزم السوري بتوقيع عسر التعهد، بكل وقت ممكن تطبيقه إذا رغب بذلك. دعني أرى رأي الأستاذ عبد القادر أيضا بهذه النقطة. أستاذ عبد القادر، اليوم تم يعني إبطال مفعول هذا القرار وليس إلغاء هذا القرار، يعني تم التغاضي عن القرار وليس بإلغائه. كما ذكر الأستاذ غزوان أنه لإلغاء قانون هو بحاجة لقانون موازي له بالقوة ليتم، يعني بالقوة القانونية طبعا، ليتم إلغاء هذا القرار. كيف من الممكن أن يصدر قرار؟ من هي الجهة المخولة لإصدار قرار يلغي القرار السابق الذي يتحدث عن الإقرار أو الإذعان بمصادرة هذه الأموال؟ هل هي الرئاسة؟ هل البرلمان التركي؟ من هي الجهات المخولة بهذه النقطة تحديدا لكي لا يتم الإقرار العمل مجددا بهذا القانون؟ على موجب القرار هذا حاليا إدارة يعني إدارة الوقف العام اللي بأنقرة حاليا هي لازم تصدر قرار وتبعثه الرئاسة الجمهورية، وعلى موجب القرار هذا المجلس الوزراء هو اللي يقرر خصوص الموضوع هذا، وإن القرار هذا متعلق كان لماذا إدارة الوقف يا أستاذ عبد القادر لو لك أن توضح لنا؟ وقف لار جنال مدرلو يقولوا لها. ما المقصود؟ وقف لار جنال. نعم. يعني إدارة الوقفية العام للحكومة التركية. الإدارة الوقف إدارة الوقف العام هذه الأراضي الموجودة يعني الأملاك المتروك وما له صاحب هي تستملكه. نعم. وبنفس الوقت القرار هذا كان صادر يعني القرار 1062 يعني نقصد عنه هذا القرار هذا كان بين سوريا الدولة السورية وحكومة تركيا كان في بيناتهم متقابلية القرار المتقابلية هذا بهالتواريخ المواطنين أتراك بس لكن بعد ما تحدثت الحدود بين تركيا وسوريا ظلوا أتراك بعضهم داخل حدود سوريا. نعم. بعد ما ظلوا داخل حدود سوريا الحكومة السورية استلمت العقار والأراضي على أساميهم. تمام، هذه نقطة واضحة جدا يا أستاذ عبد القادر. ونتحدث عن ماضي يعني يعتبر بعيد جدا. اليوم لدينا 4 مليون سوري متواجدين على الأراضي التركية، هنالك ما يزيد عن 100,000 منهم مجنسين، وأيضا هنالك الكثير من المستثمرين المتواجدين على الأراضي التركية من يعني من أصول سورية، من الممكن أنهم تجنسوا في دول أخرى أو يحملوا الجنسية التركية. اليوم هل ترى أنه إدارة الوقف من الممكن أن تبادر باتجاه إلغاء قرار الإذعان وهو يعني نقل هذه الملكية لأن تكون وقف لهذه الإدارة؟ مزبوط. هل من الممكن؟ هل ترى بأنها ترغب بالتحرك باتجاه هذا القانون؟ من هي الجهات التي يجب أن تحرك هذه الجهة لتكون هذه القوانين أكثر أمناً لمن حمل الجنسية التركية ليشعر فعلاً بالمواطنة؟
هو اصلا يعني مثل ما تفضلتوا هو لاداره الوقف العام ومجلس الوزراء، يعني توجيه من اداره مركز الوقف العام الى الحكومه، يعني هي المجلس الوزراء وبعد التنفيذ من طرف مجلس الوزراء. طيب استاذ عروه، حضرتك يعني سوري تحمل الجنسيه التركيه، أخوك أيضا سوري يحمل الجنسية التركية، كيف تشعر عندما تم تحويل ملف البيع والشراء إلى شؤون الأجانب؟ والله أنا بالنسبة لي لما قرأت القرار وطلعت عليه، أنا بالنسبة لي القرار كان منع تمليك وليس تعهد، يعني أنا اللي قرأته وفهمته 100%، أنا دارس اللغة التركية ودارس القانون التركي. طيب. أنا في تركيا حاليا بعد ما درسته في سوريا، أنا بالنسبة لي القرار عبارة عن منع تمليك، كان منع تمليك. الأستاذ عبد القادر طبعا خانته اللغة العربية نوعا ما، هي الإدارة العامة الملي إملاك جنال مدلو، يعني الدائرة العامة للأملاك هي المسؤولة عن هذا الموضوع، هي اللي راسلت البولكة اللي هي الإدارة العامة للطابو بالإضافة للدائرة العامة للأجانب، راسلتهم وطلبت رأيهم. بعيد عن المراسلات، أسألك سؤال شخصي يا أستاذ عروة، يعني فقط جاوبني عند هذه النقطة، ملف البيع والشراء الذي وقع بينك وبين أخوك يجب أن يعاد إلى شؤون الأجانب في المنطقة التي تعيش فيها، يعني هل ترى بأنه لشخص حامل الجنسية التركية من المقبول أن يراجع شؤون الأجانب؟ لم يذهب إلى شؤون الأجانب، يعني أنا بالنسبة لي أنت تناقض كلام الأستاذ غزوان، هل لديك معارف يا أستاذ عروة يتمكنوا من التعامل مع هذه المعاملات دون الدائرة القانونية التي تحدث عنها الأستاذ غزوان؟ أنا عملي أساساً في المجال العقاري إضافة لكوني محامي، حالياً كل شخص سوري مجنس بإمكانه يتملك بكل بساطة، القانون مثل ما ذكر الأستاذ غزوان توقف من حوالي 30 يوم هذا القرار، أو هو قانون غير قابل للتوقف إلا بصدور قانون من السلطة التشريعية حاليا، لكن هو تم توقيف العمل فيه كأثر تنفيذي، خلينا نسميه تم توقيف العمل فيه بشكل مؤقت ريثما يصدر قرار تجميد، يعني من الممكن أن يعود للعمل في أي لحظة؟ لا لن يعود للعمل، أكيد لن يعود. لا يوجد هنالك ضمانات، يعني بما أنه هو قانون كما ذكر الأستاذ غزوان يوقف بقانون مماثل، اليوم تم إيقاف العمل فيه إلى أن تمام وضحت هذه النقطة من قبل القانونيين. غير قابل للتطبيق يا أستاذي، هو هذا القانون اللي نتكلم فيه أنا والأستاذ غزوان والأستاذ عبد القادر غير قابل للتطبيق، لكن الدائرة العامة للأملاك منعا للبث أو للخطأ راسلت وقالت نحن منوقف تمليك السوريين فترة مؤقتة ريثما يصدر بيان من إدارة الطابو بالإضافة للمديرية العامة للأجانب فيما يخص هذا القانون القديم فقط. طيب لكن القانون حاليا أنا بدي فعله. طيب أنا بس كان سؤالي باتجاه يا أستاذ عروة، أخذتنا لففتنا معك لفة طويلة، يعني هل راجعت شؤون الأجانب خلال العملية التي قمت فيها للبيع والشراء؟ لم أراجع شؤون الأجانب. دعني أعود لهذه النقطة للأستاذ غزوان فقط، أنت لم تراجع. طيب أستاذ غزوان، يعني الأستاذ عروة لم يراجع شؤون الأجانب في هذا الموضوع؟ تماما، هاي واحدة من الرسائل اللي وردت إلي من اسطنبول من أحد الأشخاص السوريين المجنسين في تركيا. بعد ما اتصل على شؤون الأجانب بأنقرة عم يسأل عن ملفه، قالوا له بعثنا لك رسالة، الرسالة بتوجهه إلى أنه يراجع شؤون الأجانب في الولاية اللي هو فيها. هلأ المسألة ما عادت اليوم مراجعة شؤون الأجانب بالنسبة اليوم عم بحكي للمجنسين أتراك، يعني امبارح مع نهاية الدوام وصل على بحكي على مرسين، وصل لمرسين وأبلغنا جميعا أنه ما عاد بحاجة السوري المجنس تركي بعد بحاجة لموافقة على البيع والشراء، والمعاملة بتمشي مثله مثل أي مواطن تركي. تمام جيد هذا الكلام، لكن ما يعني ما وصل لولايات أخرى بحسب المراسلات اللي عم تجيني كل خمس دقائق تقريبا. الناحية الثانية، السوري المجنس بجنسية أخرى لماذا ما تزال تلك القيود قائمة على تملكه؟ شو السبب؟ هل الجنسية السورية صارت وصمة؟ يعني هي كارثة، أنه يعني اليوم الأجانب يتملكون في تركيا لا يوقعون على أي وثيقة من الوثائق اللي تحدثنا عنها، ولا يوقعون
على طلبات لشؤون الأجانب للموافقة على الشراء أو البيع. يعني أنا أخوي زوجته روسية اشتروا وباعوا خلال يوم واحد فرغة العقار باسمه بدون إرسال طلب لأنقرة، بينما السوري المجنس ألماني هولندي فرنسي أي جنسية أخرى بيرجعوا بينصروا لأصله السوري، أنه كونك سوري فأنت عرضة لتطبيق هذا القانون اللي هو رقم ويوقع إقرار الإذعان وتوقع إقرار إذا الإذعان. بدنا نلخص المشكلة يا أستاذ غزوان، بس بدي أختم بنقطة واحدة إذا تكرمي. تفضل. تركيا دولة منفتحة على العالم، ما بيجوز يكون آلية التعاطي القانوني مع هاي القضايا بهذا البطء أولاً، وبقضية من أهم القضايا في الاقتصاد التركي اللي هي مسألة العمران وشركات الإعمار وغيرها. فبالتالي المفروض يكون في سرعة استجابة، يكون في أيضا روح المبادرة عند المدراء. أنا عم انصدم لما بشوف مدير طابو لا يجرؤ على اتخاذ قرار، لا يجرؤ نهائيا، بده يبعث لأنقرة حتى يجي أوكي. ما جاء أوكي بيجمد الكون كله وبيجمد مليون معاملة في سبيل أنه يجي أوكي من أنقرة. يا أخي ما معقول هذا الحكي. أنا اليوم مدير ما لي صلاحية اتخاذ قرار. بهذه النقطة أستاذ عبد القادر، اليوم من السوري الذي يحمل الجنسية السويدية أو السوري الذي يحمل الجنسية الأسترالية أو الأمريكية، لماذا يجب عليه أن يوقع ورقة الإذعان عندما يتملك في تركيا؟ وهل تنطبق هذه الإقرارات على حاملي الجنسيات الأخرى؟ مثلا عراقي سويدي او عراقي استرالي. يعني على بالنسبه للعراقيين او غير مواطن الموضوع هذا مو مطبق، بس لكن على يعني معه جواز سوري بنفس الوقت هو فقط حامل السوري. جواز سويدي فقط السوري مزدوج الجنسيه مزبوط. يعني يروح البيان هذا، يعني هو توقيع اصلا ما هو تعهد، يوصل الملف هذه لأنقرة فقط، بس لكن ما هو قرار تأكيد، يعني أنه أكيد ينعمل عليه رهن أو إشارة أو إشارة 1062. هذا يعني توجيه يروح لأنقرة فقط. ما هي المبررات القانونية لتوقيع هذا الإقرار؟ يعني حالياً من يعني الشخص يحمل جنسية أخرى، وحتى الجنسية الأخرى تسقط عنه جنسية سورية، يعني ماذا يستطيع أن يقوم سوري بجوازه سوري إذا كان يحمل جنسية أخرى؟ لماذا التوقيع على هذا الإقرار إلى هذا الوقت يستمر؟ ما هي المبررات برأيك؟ يعني بنفس الوقت وقت أنه يعمل معاملة، إذا يعطي بيان أنه هو يعني مواطن سوري، على البيان هذا يأخذ منه التعهد أو المراجعة، هذه الورقة أو الرسالة اللي يحكي عنها الأستاذ غزوان. طيب. يعني إذا هو أعطى بيان وأنه هو سوري بنفس الوقت، أو في ملف الموجود اللي قدمهم فيه يعني وأنه مواطن سوري، على مجمل بيان هذا يأخذ من عنده الورقة. بس طيب. لكن هذا ما هو تأكيد، ما جاوبتني ولكن فهمت عليك. أستاذ غزوان، لماذا اليوم يعني برأيك القانوني حامل الجنسية الأخرى وأصوله سورية يوقع على هذا الإقرار؟ لأنه مصاب بلعنة أنه كونه سوري فقط، لا أكثر ولا أقل. هذا صورة عن الوثيقة اللي عم نسميها إقرار أو سند تعهد أو عقد إذعان، شو بدنا سموها ما في مشكلة. هي صورة عنها. طبعا هي ممنوعة من التداول. تقرب أكثر على الكاميرا يا أستاذ. وعندما ألزم السوريين بالتوقيع عليها لم يعطوهم نسخة منها ولم يقدموا لهم ترجمة للمضمونة. طيب تمام. فبالتالي اليوم هاي الوثيقة ما هي تعريف انه انا سوري؟ انت بتعرفني انا سوري لانه مكتوب بجوازي انه انا مواليد سوريا، انما في مقدمته مكتوب انه عملا بالقانون رقم 1062 وقرار مجلس الوزراء رقم 704 لعام 66 وكذا وكذا وكذا. طيب يعني هذا الالزام بالنسبة للسوريين ما يعني لا يعقل اليوم تطبيق قانون صدر وانتهى مفاعيله من 50 سنة نجي نقول
انت كونك سوري بدك ينطبق عليك هذا القانون. انا ما عم بجي بشتري بصفتي مواطن سوري، اصلا انا لو جاي لعندك بصفتي مواطن سوري انت لا تملكني، عندك قرار بمنع تملك السوريين. اذا انا عم بجي وفق مركز قانوني مختلف، عم بجيك مواطن الماني او مواطن فرنسي او مواطن تركي، وبقول لك انا اشتريت العقار بتلك الصفه، ما بحق لك ترجعني لمركز قانوني مختلف عما انشاته انا بعمليه الشراء. وبالتالي كثير مهم انه نوجه رساله للسلطات التركيه فيها المختصه بالشان العقاري، رجاء مراجعه هذا القانون. نعم. وبعدين موضوع القانون 1062 يجب إلغاؤه فورا. لماذا فورا؟ لأنه ما عاد ممكن تطبيقه أصلا. هو يقتصر من لما صدر، يقتصر أو وظيفته هي مصادرة أموال السوريين التي كانت موجودة ضمن حدود جغرافيا الأراضي التركية، وتمت مصادرتها فعلا، ما عاد في أموال تانية صادرة لأنه أنت منعت السوريين من التملك. إذا ما في أموال جديدة لتصادرها، اللي عم يتملك جديد هو سوري تركي، إجا بصفته بقى كتركي، إجا بصفته كفرنسي، إجا بصفته كألماني، ما عم يجي بصفته سوري. لا يحق لك أنت أنه ترجعه لمركز قانوني مختلف. نعم. عن الوضع القانوني اللي هو اشترى فيه. شكرا لكل هذه التوضيحات أستاذ غزوان قرنفل، كنت معنا من مرسين المحامي والمستشار القانوني. أشكر أيضا الأستاذ عبد القادر غونيش المحامي التركي كان معنا من اسطنبول. الشكر موصول لعروة عبد الرحيم المختص بالعقارات والقانوني كان معنا من اسطنبول. بهذا مشاهدينا نصل إلى ختام هذه الحلقة من هنا سوريا، بأمان الله.